السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولادي وبناتي أبطال وشطرات الصف الثالث. خلونا هنحل مع بعض النهاردة اكسرسايز 8 من اكسرسايز كتاب المعاصر على درس الديمويفر ثيرم. طبعا درس الديمويفر ثيرم من الدروس المهمة جدا وفيها سبيشال كيس جد كتير جدا بتسهل عليا الحل. أول حاجة، إيه هي قصة الديمويفر ثيرم؟ إن إحنا بنجيب الروتس بتوع الكومبلكس نمبر. مش فاهم، يعني أنا لو افترضت إن أنا عندي كومبلكس نمبر على الشكل ده اللي هو r e power theta i، لو انا عايز اجيب السكوير روتس يبقى اول حاجه هعملها اروح قايل، انا بقول لي فايند سكوير روت، يبقى ده لو ده زد ايكوالز كلام ده، يبقى روت الزد اللي هو السكوير روت للزد ايكوالز كام؟ ايكوال ار باور هاف، اللي هو باخد هاف، ما هو السكوير روت ده يعني زد باور هاف صح، وادي اي باور ثيتا بلس 360 ان اوفر 2 اي. مش فاهم يا مستر، ركز معايا بس علشان تعرف احنا هنعمل ايه. طب لو هو ثيرد روت، انا هقول لك طبعا هاخد اكزامبلز على الكلام ده وهشرحه لك في اكزامبلز بشكل مباشر جدا. طب لو هو قال كيوبيك روت، يبقى انت على طول هتاخد الكيوبيك روت اللي هو مثلا ار باور ثيرد، وهتاخد هنا اي باور ثيتا بلس 360 ان اوفر 3 برضو اي. اذا انا خلاص فهمت القصه، ان هو لو كيوبيك روت يعني زد باور ثيرد، يبقى انا بعمل هنا اوفر 3 وهنا باور ثيرد. امال ايه قصه الثيتا بلس 360 ان والان دي ايه؟ الثيتا اللي هي الانجل، و360 دي زي ما هي، والان دي انت هتعوض عنها مثلا يا اما ب 0 او 1 او 2 او 3 او 4، بس انت لو اشتغلت بالطريقه دي هيطلع لك انجلز مثلا مور ذان 180 وهتبدا تجيب الايكوفالنت انجل. مش غلط، لكن خلينا نختصر. هنقول ان انا عندي تو كيسز. الكيس الاولى بتقول ان لو كانت الثيتا هي عباره عن، لو كان سوري، اول حاجه لو كان ده ايفن نمبر، او في حاله الايفن والاود خلينا ناخد رول واحده ونشتغل عليها. لو كانت الثيتا بوزيتيف هعمل حاجه، ولو كانت الثيتا نيجاتيف هعمل حاجه. لو كانت الثيتا بوزيتيف يبقى انت هتبدا تعوض بالعكس، هتبدا بعد الزيرو هتقول نيجاتيف 1 1 نيجاتيف 2 2 نيجاتيف 3 3 بلا بلا بلا. طب لحد كام؟ هتشوف دلوقتي. طب لو كانت الثيتا نيجاتيف يبقى هتاخد 0 والعكس بقى اللي هو 1 نيجاتيف 1 2 نيجاتيف 2 بلا 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 وتكمل. طب انا هعمل لحد فين بقى؟ بص يا سيدي، انت اول حاجه لازم تفهم ان لو كان سكوير روت يبقى هما 2 روتس، يعني انت من الاخر هتعوض ب 0 ونيجاتيف 1 بس وتسكت. طب لو كانوا 3 روتس يبقى انت هتعوض ب 3 روتس اللي هو ده وده وده، طبعا سواء في الحاله بتاعت البوزيتيف او في النيجاتيف، يعني هتاخد اول ثلاث ارقام. طب لو كانوا 4 روتس يبقى هتعوض ب 0 ونيجاتيف 1 و1 ونيجاتيف 2. طب لو كانوا 4 روتس وهنا والانجل نيجاتيف يبقى هتاخد 0 و1 ونيجاتيف 1 و2. طب ما تيجي ناخد اكزامبل كده سريع على القصه دي علشان نعرف نشتغل. انا هقول لك مثلا ان الزد باور 4 ايكوالز وليكن مثلا 2i. طب انا عايز ال 4 روتس ولا اي حاجه. اول حاجه انت هتحدد ان الار ب2 والثيتا طبعا زي ما طلعت عندك هنا بايه؟ ب90 عشان دي اي. يبقى انت هتكتب لي بقى الفور روتس اللي هم زد 1 وزد 2 وزد 3 وزد 4. طبعا الرول بتاعتي بتقول ايه؟ بتقول ان هم 2 باور 1 اوفر 4 تايمز اي باور، وهتاخد لي فراكشن. طبعا انا قلت 1 اوفر 4 يبقى ادي اوفر 4، وادي الانجل اللي هي 90 بلس 360 ان. بس كده يا جميل؟ اه بس كده يا جميل. طبعا الزد 1 ده هتاخد إيه؟ الانجل دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، يبقى انا هبدا ب 0 نيجاتيف 1 1 نيجاتيف 2. بس كده بس كده. يلا لما الان ب 0 يبقى 90 اوفر 4 ب 22.5، يبقى دي عباره عن الفورث روت لل 2 اللي هي 2 باور 1 اوفر 4، وادي اي باور 22.5 اي. طبعا انا بشرحها لك على الديجري علشان انت تفهمها عشان تبقى سهله. طيب لو نيجاتيف 1 يبقى هتحط 90 ماينس 360 ان اللي هي هتبقى ايه؟ نيجاتيف 270 اوفر 4. طب النيجاتيف 270 اوفر 4 يا جميل بكام؟ اللي هي فورث روت لل 2 وإي باور نيجاتيف 135 أوفر 2. حلو الكلام، اللي هي 67.5. طيب زد 3 يبقى هتعوض عن الإن بكام؟ ب 1، يبقى 90 بلس 360. طب 90 بلس 360 بكام يا جميل؟ لما تعملها هتطلع لك ب 112.5، يعني روت 4، أدي فورث روت، وأدي إي باور 112.5 تقريبا يعني.
وزد 4 هتعوض بنفس الكلام، هتحط سوري نيجاتيف 2، هتحط دي بنيجاتيف 2 هتشتغل بنفس الطريقة. يلا 360 تايمز نيجاتيف 2 نيجاتيف 720، طبعا لما تعمل لها بلس 90 فهتطلع نيجاتيف 630 اوفر 40 يا جميل، اللي هي 150 167 يبقى فورث روت لل 2 1 اي باور 167.5 تقريبا، يعني كده احنا ماشيين بشكل صحيح، اللي هي دي 150 ودي 7.5 يبقى 157 سوري 157.5 صح كده. خلاص كده يا شباب، خلاص كده الدنيا بقت سهلة ومعروفة وواضحة جدا جدا جدا. يبقى يا ريت نركز ويا ريت نبقى فاهمين احنا بنعمل بس معلش دي كده بالنيجاتيف. طيب ده كده الفكرة العامة بتاعت الديمايفر ثيرم، دي الرول كده اللي هي المبسطة الرول المباشرة. طيب ايه تاني يا جميل؟ من السبيشال كيسز الجميلة الشهيرة عندي ان هي الايه؟ السكوير روت. كان دايما يجي يقول لك مثلا سكوير روت ويروح قايل لك ايه يا جميل، يقول لك مثلا 4 بلس 3i. السكوير روت بتاع ال 4 بلس 3i ده عباره عن ايه يا جميل؟ هتروح قايل لي اول حاجه هحسبها احسب الار، الار ايكوالز كام؟ الار ايكوالز 5 صح، اللي هو ده باور 2 بلس ده باور 2 المودلز، خلاص حاجه انت عارفها. ال 2 سكوير روت هيبقوا واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف، طب كام بقى يا جميل؟ هتاخد لي مره هنا روت وهتاخد الإشارة اللي في النص دي سواء بوزيتيف أو نيجاتيف زي ما هي. طب لو كانت نيجاتيف هحطها نيجاتيف، يعني لو دي نيجاتيف دي هتبقى نيجاتيف. وهنا هتعمل إيه يا جميل؟ الـ R شايف اللي هي الـ 5 هتاخدها مرة بلس الـ 4 أهي بلس الـ 4 أوفر 2، ومرة الـ R اللي هي 5 ماينس الـ 4 برضه أوفر 2. الـ 3 دي مالهاش أي علاقة غير إنك بتطلع منها الـ R. يعني الرول من الآخر كده بتقول إن لو كان ده A بلس أو نيجاتيف بي أي يبقى الرول بتقول ايه؟ هتقول لي على طول يا جميل طبعا هتحسب الار وتروح قايل بوزيتيف نيجاتيف روت ار بلس اي اوفر 2، وهنا بوزيتيف لو كان بوزيتيف ونيجاتيف لو نيجاتيف وروت ار ماينس اي اوفر 2. بس كده بس كده، طبعا الكلام ده هيطلع لي هنا ايه؟ فراكشن، لان دي روت ال 9 اوفر 2 اللي هي تطلع ب 3 اوفر روت 2، يعني ده هيطلع بوزيتيف نيجاتيف 3 اوفر روت 2 وبلس او ماينس على حسب الاشاره اللي هنا دي، ودي هتطلع ب 1 اوفر اللي هي 1 اوفر روت 2. بس علشان انت تبقى دي فكره سهله جدا لحل السؤال ده. طيب ايه البديل ليها؟ البديل انك انت تروح تحسب ال 2 سكوير روتس بالطريقه بتاعه ديمايفر ثيرم العاديه. طيب هل الطريقه دي الطريقه دي بتختصر كتير جدا في الحل، علشان برضو ما تعتقدش انك انت يعني هتوه في الحل. ايه تاني من الحاجات اللي انا المفروض ان انا اقولها في الديمايفر ثيرم؟ من الحاجات المهمه في الديمايفر ثيرم انه الروتس بتاعت اي نمبر، يعني لو هم كيوبيك روتس يبقى على طول الكيوبيك روتس الثلاثه، يعني مثلا بص الكيوبيك روتس لاي ريل نمبر هيبقى واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا. الثلاثه دول بيعملوا فيرسز اوف ايكولاترال تراينجل. بعد ما هم بيعملوا فيرسز اوف ايكولاترال تراينجل في سيركل بتعدي عليه صح؟ في علاقه بين السيركل والتراينجل دلوقتي انا هقولها. طب لو هما 4 روتس يبقى هيبقوا فيرسز اوف سكوير، طب لو 5 روتس يبقى فيرسز اوف مين؟ ريجولار بنتاجون، طب لو 6 روتس يبقى فيرسز اوف ريجولار هيكسجون. طيب يبقى كده احنا فهمنا. السؤال بقى بيجي فين؟ السؤال دايما بيجي بيسالني على الاريا بتاعت الريجولار بوليجون اللي جوه، اللي هو سواء كان تراينجل او سكوير او بنتاجون او هيكسجون او غيره. بدل ما نقعد ناخد رول لكل حاجه لوحدها، احنا ممكن نقول رول واحده. ايه هي الرول؟ بص يا سيدي ركز معايا دلوقتي، انا هاخد از اكزامبل، يعني مثلا اهو 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 وادي سيركل، دي السيركل اللي بتعدي على الفيرتسز بتاعت الريجولار اي حاجه. الريجولار اي حاجه ده خلينا نفترض بان هو ايه؟ بان هو هيكساجون. يلا نقول ان هو هيكساجون، طبعا هو ممكن يكون هيكساجون وممكن يكون تراينجل وممكن يكون سكوير، يعني وات ايفر ما يكون مش هيفرق معايا صح. طيب هو ايه الشرط بتاع الريجولار هيكسجون بتاعي الجميل اللي انا عمال اتكلم عليه من الصبح واجيب سيرته؟ مش بنغتابه احنا، ما هو موجود اهو سمعنا. قال لي ان الشرط انه السنتر بتاعه هيبقى فين؟ في الاوريجين بوينت. طب وبعدين يا جميل؟
الراديوس بتاع السيركل هو اللي هجيب منه الاريا. الراديوس ده اللي هو مين يا جميل؟ الراديوس ده اللي هو المودلز بتاع الروت. المودلز بتاع مين؟ الروت. طيب لما انا عندي المودلز بتاع الروت، هو هيديني مثلا النمبر وانا هجيب السكس روت، يبقى هجيب المودلز بتاعه. يعني لنفترض ان النمبر بتاعي هو 64 اي. لما تيجي تحسب السكس روت، هو بيقول لك اهو ده زد باور 6 ايكوالز الكلام ده. يبقى لما تيجي تحسب زد 1 زد 1 وزد 2 زد 3 وزد 4 زد كل دول، المودلز بتاعهم كلهم هيبقى عباره عن 64 اوفر 1 اوفر 6 اللي هي تطلع ب2. يبقى انا كده الار طلع بكام يا جميل؟ ب2. الرول بقى بتقول ايه؟ الرول بتقول ان الاريا اوف ريجولار بوليجون ويتش ذا راديوس اوف اتس سيركم سيركل، دي اسمها سيركم سيركل، radius r equals كام يا جميل؟ equal n r power 2 over 2 times sine ال 360 over ال n. مين كل حاجة في دول؟ ال n اللي هي number of sides اللي هي 6، وال r power 2 اللي هي هنا بكام؟ ب 2 power 2، ادي 2 power 2 لأن ال r ب 2، ادي over 2 وادي sine، و 360 over ال n اللي هي 360 over 6 اللي هي number of sides تطلع ب 60. طبعا تحسب الكلام ده هيدي لك ال area of الهكسجون. من الحاجات برضو الشهيرة اللي أنا لازم أعرفها إن الصم بتاع الروتس بتاع أي نمبر، طبعا سكوير روتس كيوبيك روتس whatever مكانه، دايما بيطلع الصم بتاعهم بإيه؟ بزيرو. الحاجة التانية إن البرودكت بتاع الروتس بيطلعوا يا إما بوزيتيف يا إما نيجاتيف النمبر الأساسي. يعني لو هما فور روتس البرودكت بتاعهم يطلع إيه؟ يا إما بوزيتيف يا إما نيجاتيف النمبر الأساسي اللي أنا جبت له الفور روتس. خلينا نروح على طول كده سريعا ونبدأ في حل الاكسرسايز، لأنه الاكسرسايز فيه أفكار كتير مش مفيهوش، ولكن الاكسرسايز الأفكار اللي فيه مهمة وبتعتمد على السبيشال كيسز هتسهل معايا الحل. السؤال الأول بيقول إيه؟ بيقول إنه the fifth root of unity represent an argand diagram fifth roots sorry vertices of إيه؟ طبعا على طول بنتاجون. ليه بنتاجون؟ عشان البنتاجون ليه 5 vertices. طيب لو قال square root هيبقى عبارة عن ايه؟ square. طيب z0 z1 and z5 لحد يعني z5 represent 6th root، يعني 6th roots، يعني انا بجيب اصلا z power 1 over 6. هو هنا بيسأل على ال measure of angle اللي هو between ال r1 وال r1 plus 1، يعني من الاخر عايز ال angle between اي 2 consecutive روتس. على طول سهلة، مش ده 6th root، يبقى هتعمل 360 over 6، يبقى الانجل بتاعتك كام؟ 60. طب لو كانت الانجل او لو كان مثلا 4th root يبقى 360 over. السؤال اللي بعده بيقول root 7 plus 24i equals x plus iy. طبعا السؤال ده من الأسئلة اللي هي اللي ليها طرق كتير في حلها، ما فيش يعني طريقة واحدة للحل. من ضمن الطرق ان انت تجيب اصلا السكوير روت بتاع النمبر العادي اللي هو 7 بلس 24، ده عادي بشكل مباشر جدا، وبعدين تبدا تحسب الاكس بلس الواي والباور. ولكن في طرق تانية مختصره، احنا قلنا في السمري قلنا حاجه منها يعني تقريبا، قلنا منها الطريقه اللي هي اللي احنا هنعتمدها، اللي هي طريقه ان احنا نجيب السكوير، ودي طبعا ما بتستخدمش غير في السكوير روت بس، ان احنا نجيب السكوير روت بشكل مباشر. هنقول على طول، طبعا لو انت مش فاهم ارجع شوف في السمري هتلاقي الطريقه اتشرحت. انت عندك هنا ايه؟ هتاخد اول حاجه روت، وبعدين هتاخد نفس الساين اللي في النص دي اللي هي بوزيتيف، يبقى هتنزل بوزيتيف. طبعا لو نيجاتيف كانت هتبقى بوزيتيف، وهنا روت وضعي. طبعا السكوير روت بتاع الكلام ده عباره عن ايه؟ طبعا على طول اول حاجه بتجيب المودلز اللي هو الار. الار ايكوالز كام؟ روت ال 7 باور 2 بلس 24 باور 2 يطلع ب 25. طب يبقى انت عندك هنا ايه يا جميل؟ عندك 25 مره بلس 7 اوفر 2 ومره 25 ماينس 7 اوفر 2. بس كده؟ والله بس كده. يبقى على طول 25 بلس 7 اوفر 2 اللي هي 32 اوفر 2 ب 16، روت 16 ب 4 يعني 4، بلس 25 ماينس 7 اوفر 2 تطلع ب 18، 18 اوفر 2 ب 9 وروت ال 9 ب 3 يبقى 3i. يعني السكوير روتس بتوع اللي هو النمبر ده، طبعا هنا في بوزيتيف نيجاتيف، هم عباره عن مين؟ بوزيتيف نيجاتيف 4 بلس 3i بس كده. خلاص؟ طيب يبقى انت كده عرفت ان الاكس هي الريل بارت ب 4 والايماجينري بارت ب 3، يبقى 4 بلس 3 اول باور 2 بكام يا جميل؟ 7. طيب هل كان ممكن يتحل السؤال ده بالطرق العاديه؟ طبعا انت ممكن تروح تجيب السكوير روتس
وبعدين تشتغل. وكان في الطريقه الثانيه اللي احنا قلناها برضو، اعتقد ان يمكن اكون نوهتها في السمري، بس احنا هنعتمد الطريقه دي لان هي الاضمن والاسرع في الحل. انت لو طبقتها مرتين ثلاثه خلاص الرول بتاعتها انت عرفتها، اللي هي فكره انك انت تدور على الفيرست نمبر، ده عباره عن ديفرنس بتوين تو سكويرز، فتبدا تجيب التو البيرفكت سكويرز نمبرز اللي هم 1 و4 و9 و16 وبعد كده 25، صح؟ وبعدين هتقول انه ال 7 دي عباره عن مين؟ ال 7 واضح جدا ان هي عباره عن 16 ماينس 9، خلاص يبقى هتروح قايل على طول انه ده هو عباره عن روت ال 16 وروت ال 9. طيب بس انا ماليش دعوه بالكلام ده، مش هنحل بالطريقه دي علشان هي فيها بس جزء بيعتمد على انك انت تعمل تشيك، فانت هتحل دايما بالطريقه مين؟ المباشره اللي قدامك ده. طيب لما انا كده وصلت ان الاكس ب 4 والواي قلنا بباور 2، معلش سوري دي هنا ب 49 عشان ده 7 باور 2 ب 49، يبقى الاختيار الصحيح هو الاختيار سي. هنروح نشوف على طول السؤال اللي بعده اللي هو question number 4، بيقول لي square root لل 5. طبعا نفس الكلام، يبقى على طول يا جميل هتقول لي positive negative، وهتاخد طبعا نفس الاشاره اللي في النص دي positive اهي، واو هتاخد لي على طول يا جميل الار هنا اللي هي 5 باور 2 بلس 12 باور 2 ب 13، 13 ماينس مره بلس 5 ومره ماينس 5. 13 بلس 5 اهو انا هعملها على طول اهي 13 بلس 5 اوفر 2 و13 ماينس 5 اوفر 2، طبعا هناخد روت وروت. 13 بلس 5 اوفر 2 بروت 9 يعني 3، وهنا 13 ماينس 5 اللي هي 8 تطلع ب 2i، يبقى بوزيتيف نيجاتيف 3 بلس 2i، 3 بلس 2i اهو اللي هو الاختيار بي. ده طبعا كله بشكل مباشر. هتحل بالطريقه العاديه او هتطلع الروت، هيتحل معاك ولكن هتاخد وقت طويل جدا. نبقى لي الزد 1 ايكوالز الكلام الجميل ده، والزد ايكوالز نيجاتيف 2i زد 1 بار. طيب then one of the two square roots of the number z is a. اولا ده الزد، طب انا عايز اجيب نيجاتيف 2i تايمز الزد بار. علشان تشتغل بشكل مباشر خليك شاطر كده وذكي وعبقري وما حصلتش. هو بيقول لك انه r1 equals 2 وثيتا 1 equals كام؟ دي كوساين، دي ساين وبوزيتيف، يبقى 2 باي اوفر 3 على طول اللي هي 120. خليك شاطر كده واشتغل ديجري عشان ما تقعدش تدوخ نفسك في موضوع الراديان لو انت مش عارف تتعامل مع الراديان. طب بعد كده انا عندي الزد اللي هي النمبر اللي انا عايز احسبه اهو الزد، هعمل له ايه؟ هو بيقول لي نيجاتيف 2i زد بار. الزد بار يا جماعه اللي هي ايه؟ اللي هو الزد بار الار بتاعته ايكوالز 2 والثيتا بتاعته ايكوالز نيجاتيف 120. اشمعنى؟ لو رجعت وشفت اول درس هتلاقينا قلنا انه الريليشن بتوين الزد والزد بار انه الثيتا بتبقى نيجاتيف ثيتا. طيب لسه في نيجاتيف 2i، طب لما اعمل نيجاتيف 2i تايمز الكلام ده خلي لي بالك يا جميل، هو نيجاتيف 2i ده اصلا الار بتاعته بكام؟ اللي هي r2، خلاص انا هسمي دي، سيبك من ده خالص، ودي r1 ودي theta 1. طب r2 بقى يا جميل، r2 هنا ب2، محدش يقول لي نيجاتيف 2 لان مفيش r بتطلع بالنيجاتيف اللي هي المودلز. طب الانجل ما هي دي نيجاتيف i يعني نيجاتيف 90، يبقى ثيتا 2 بنيجاتيف 90. حلو الكلام؟ حلو الكلام. دلوقتي انت عامل ملتبلاي للتو نمبرز، يبقى خلاص r1 r2 اللي هي تطلع ب4، والانجلز هتعمل لهم ادنج، فهتبقى الانجل بتاعتك اللي هي e باور، خلي بالك انت هتعمل نيجاتيف 120 بلس النيجاتيف 90 اللي هي تطلع بكام؟ بنيجاتيف 210. طب النيجاتيف 210 يا جميل الملامح دي بكام؟ بنيجاتيف 100 سوري ب 150. طيب نرجع بقى نقول ان هنا 150i، دي كده الطريقه اللي احنا ممكن نحل بيها بشكل مباشر. طب ال 150i دي لو عايزين نرجع ونحولها لراديان هتبقى 5 باي اوفر كام؟ 5 باي اوفر 7. طيب نكتبها كده اللي هي 4 اي باور 5 باي اوفر 6. هل هو كان عايز الريزلت دي يعني عايز الزد ولا عايز السكوير روتس؟ سكوير روتس، يبقى يا جميل الملامح هتعمل الانجل ديفايد 2 كمان مره، فهتبقى 5 باي اوفر 12، طبعا دي ايكوالز مش نيجاتيف، والسكوير روت بتاع ال 4 ب 2 يبقى 2 اي باور الكلام ده اي، خلاص الكلام ده في الاختيارات هيكون الاختيار بي. question 6 يا جميل الملامح بيقول لي زد 1 وزد 2 وزد 3 ار كيوبيك روت اوف ذا نمبر ده. طيب في كتير قوي برضه زي ما بقول لك في كتير قوي طرق للحل.
لكن انا دلوقتي لو جزأت السؤال بتاعي جزئين، جزء الار وجزء الثيتا. اولا في السؤال الاساسي الار هنا 6 باور 2 بلس 8 باور 2، تحت الروت تطلع الار الكبيره ب 10، الار اللي هي الاساسيه. والثيتا الاساسيه انا مش مشكله ان انا احسبها دلوقتي، بس انا اقدر ارسم تريانجل كده على جنب واقول انه، لان دي مش من الحاجات المشهوره، هي تطلع 53 وتقريبا 7 ديجري وكده. انت مالكش دعوه بالكلام ده، هتقول لي على طول ده الادجيسنت وده الاوبوزيت وده الهايبوتنس، صح؟ يبقى انا عندي ساين ثيتا ايكوالز 8 اوفر 10 وكوساين الثيتا ايكوالز 6 اوفر 10. الكلام ده خليه على جنب علشان هتحتاجه يوما ما. اولا هو بيقول ان الزد 1 وزد 2 وزد 3 ار كيوبيك روتس. يعني ايه كيوبيك روتس بقى يا جميل؟ يبقى هنركز. يبقى انا لو جيت اشوف الفاليو بتاع ده بالنسبه للار، الار هتبقى ايكوالز مين؟ ال 25 تايمز 4 ب 100، يبقى 100 تايمز زد 1 باور 3. خلي بالك دلوقتي المودلز بتاع ده وده وده اللي هو الزد 1 والزد 2 والزد 3 من غير الباورز هي عباره عن كيوبيك روت لمين؟ لل 10. يبقى 10 باور حاجه اوفر 3. وهنا عندك ايه؟ تايمز كمان عشان تحط المودلز الثاني، يبقى هتقول تايمز 10 باور حاجه اوفر 3 اوفر، يعني اهو ده كله اوفر 10 برضه باور حاجه اوفر 3 لان دول كلهم كيوبيك روتس. طب هنحط هنا كام وكام وكام؟ قال لي ان زد 1 باور 3 يبقى هنحط هنا 3، وهنا زد 2 باور 6 يبقى احط هنا 6، وقال لي هنا زد باور 12 زد 3 باور 12 يبقى ادي 12. ركز معايا جميل عشان تطلع الار مره واحده، دي طبعا 10 باور 2 علشان برضه تريح نفسك، ودي 10 باور 1 يبقى ادي 10 باور ادي 2 و1، وهنا ايه 2 يبقى 2 و1 و2 بكام؟ ب 5. هنا 10 باور 2 10 باور 1 ب 10 باور 3، و10 باور 2 يبقى 10 باور كام؟ باور 5. حلو جدا. وتحت 10 باور 4 يبقى 10 باور 1، يبقى الريزلت دي كلها الار بتاعتها ب 10. سيب ال 10 دي وتعالى روح اشتغل لي على مين؟ الانجل. على فكره انت ممكن تشتغل بالاكسبوت، تجيب الكيوبيك روتس عادي وتعمل كل الاوبريشنز دي، ده كله سهل، بس انا حاسس ان ده يمكن يكون اكثر اختصارا. طب بالنسبه بقى للثيتا يا جميل الملامح، انت عندك نمبر تايمز نمبر اوفر نمبر. خلي بالك بقى وانت شغال، الثيتا الاولانيه دي هتبقى ثيتا اوفر 3. هنا بقى في الارجمنت في حاجه مهمه جدا لازم تبقى عارفها، ايه هي؟ ان انت عندك هنا الثيتا اوفر 3 لما تعمل لها باور 3 فهتبقى تايمز 3، فهتبقى 3 ثيتا اوفر 3 بلس. طبعا انا باخد الملتبلاي بلس والديفايد هتبقى ماينس، يبقى ده بلس حاجة وماينس التالتة. طب التانية كام؟ أنت خدت بالك أنا عملت إيه هنا؟ الباور ده يبقى 6 تايمز الأنجل، الأنجل اللي هي مين؟ اللي هي ثيتا أوفر 3. حلو جدا. وماينس علشان ده ديفيجن يبقى هيبقى ماينس كام؟ 12 اللي هو الباور تايمز ثيتا أوفر 3. الكلام الجميل ده كله بكام؟ بثيتا بلس 2 ثيتا ماينس 4 ثيتا، اللي هي تطلع بكام؟ بنيجاتيف ثيتا، صح؟ إذا أنت وصلت لمعلومة بتقول إن الثيتا بتاعتك هي نيجاتيف ثيتا. طب ما خلاص كده النمبر نقدر نجيبه بشكل مباشر، هو عبارة عن 10 تايمز كوساين بلس اي ساين، صح؟ دلوقتي أنا بتكلم على نيجاتيف ثيتا، طب لما تكون كوساين الثيتا ب 6 أوفر 10 يبقى كوساين النيجاتيف ثيتا بكام؟ برضه ب 6 أوفر 10 لأن هي ايفن فانكشن، يبقى أدي 6 أوفر 10. طب لما تكون ساين الثيتا ب 8 اوفر 10 يبقى ساين النيجاتيف ثيتا بكام؟ بنيجاتيف 8 اوفر 10، يبقى دي نيجاتيف 8 اوفر 10. بس كده 10 راحت مع 10، يبقى ده فضل 6 ماينس 8. يمكن الطريقه دي كده مش متداوله عندك او انت ما عملتهاش، بس انا يعني عارف ان انت اصلا هتحل، مش هتحل كده، لما تكون حليتها هتحل بشكل عادي، هتجيب الكيوبيك روتس وتطلع الفاليوز بتاعتهم، بس انا بحل لك هنا علشان تمتلك ادوات جديده في الامتحانات. احنا بنحتاج ان احنا نغير طرق الحل بتاعتنا اللي احنا اتعلمنا بيها، بس ده مش هيحصل غير لما نكون فاهمين، علشان كده بنبدا نكتشف الطرق اللي بتوفر لي الوقت. Question 7 The models of complex number z is 16. z1 z2 are the two square roots of z. Then the length of the line segment whose end are z1 and z2. يعني عايز من الاخر من الاخر ال distance بينهم. طب هو المودلز بتاع ده كام؟ 16. ركز معايا اهو، انا معرفش النمبر ده كام، صح؟ المودلز بتاعه 16 ودول 2 سكوير روتس، يبقى المودلز بتاع كل واحد منهم كام؟ هو عباره عن ايه؟ 4 و4. طب انا ليه رسمتهم كده؟ هقول لك، يعني اصبر معايا وانت تعرف. لو جيت ركزت
في الاجابات اللي او مش في الاجابات اللي عندك، لو جيت ركزت في السؤال اللي عندك وبقول ان هو سكوير روت، يبقى الميجر اوف انجل بتوين كل روت والتاني انا هعمل 360 ديفايدد كام؟ مش ده سكوير روت؟ اه، يبقى 360 ديفايدد كام؟ ديفايد 2، فالانجل اللي بينهم 180، يبقى الانجل بتوين الاولاني والتاني 180. يبقى انت لازم تكون ذكي وعارف ان هو ده اللي بيحصل. طيب يبقى اللينث بتاع اللاين سيجمنت دي كام وكام؟ 4 بلس 4 ب 8، يبقى هو الاختيار 8. طب انا عايز اقول لك على اكزامبل تاني شبيه بده، يعني ما اعرفش اذا كان هيجي لنا في الاسئله ولا لا، بس هقول لك علشان لو ما جاش. لو قال لي انه هي ب 16 وقال لي ان هو 4th root، يبقى انا كنت هقول ان المودلز بتاع الاولاني ب 2، طب المودلز بتاع التاني ب 2، طب هرسمه فين؟ هتعمل نفس القصه 360 اوفر 4 اللي هي ب 90. يبقى انت عرفت يا جميل الملامح ان الانجل اللي بتوين التو روتس دي كام؟ 90، يعني دول رايت وده 2 وده 2، يبقى الديستنس بينهم كام؟ هتعمل بايثاغورس اللي هو 2 باور 2 بلس 2 باور 2 تحت روت، تطلع ب 2 روت 2، او تبقى عارف ان هو سوري الرول بتاعت الايسوسيلس رايت تراينجل. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو كويستشن، طبعا احنا هنا اخترنا سي عشان ما حدش يقول لي انت ما اخترتش، احنا قلنا سي. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو كويستشن 8. Question 8 يا جميل الملاهي يقول لي Z1 وZ2 وZ3 are the roots of Z power 3 equals 4 plus 4 cubic root أو root 3i. أول حاجة يا جميل المودلز بتاع الكلام ده ب 8، يعني أنت لو عملت root 4 plus 4 root 3 ودي من special cases بتاعتنا، ده power 2 ده power 2 هيديني 8 صح؟ يبقى أنت كده بتتكلم على cubic root، يبقى المودلز هنا وهنا وهنا بكيوبيك روت لل 8 اللي هي بكام يا جميل؟ اللي هي ب 2. الكلام ده جميل جدا، وهروح بقى انطلق على فكره مهمه. اول حاجه انا هحل بشكل عادي جدا، او هقول لك انا هعمل ايه بشكل عادي. على فكره الكلام ده انا نبهت عليه، او الفكره دي انا اتكلمت عنها في اول درس في الكومبلكس نمبرز او في السيشن الثانيه. يعني ال 3 كيوبيك روتس بتوع النمبر ده هيبقوا عباره عن ايه؟ واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا بغض النظر عن الار. فال 3 بوينتس دول انا لو وصلتهم هيطلعوا عباره عن ايه؟ ايكولاترال تراينجل. طب انا عايز الاريا بتاعت الايكولاترال تراينجل دي اجيبها ازاي؟ هو ايه المعلومه اللي عندك يا جميل الملامح؟ المعلومه اللي عندك ان المودلز بتو، فانت ممكن تجيب الروت الاول والروت الثاني والروت الثالث ويبقى عندك 3 بوينتس وتطلع لي الاريا بطريقه الديترمينانت. ازاي يا جميل؟ بص يا سيدي، اولا ال 3 روتس دول عباره عن ايه؟ مش انا قلت الكيوبيك روت لل 2 ب 2، يبقى الاولاني ده 2. طب والتاني ده عباره عن مين يا جميل؟ خلاص هعمل 2 تايمز الكيوبيك روتس، فاكر الاوميجا والاوميجا بار 2، الاولاني ده سوري نيجاتيف وبوزيتيف اللي هي نيجاتيف هاف بلس روت 3 اوفر 2 اي، طبعا الكلام ده تايمز 2 فهتبقى نيجاتيف 1 وروت 3، وده هيبقى ايه؟ نيجاتيف هاف ماينس روت 3 اوفر 2i، وهنا تايمز 2 فيبقى نيجاتيف 1 روت 3. فانت بقى عندك هتجيب ديترمينانت. شوف انا بقول لك كل الطرق المتاحه. طب ايه طريقه الديترمينانت؟ طريقه الديترمينانت دي انت خدتها في سكندري 1 وهتاخدها السنه دي تاني. هتروح حاطط البوينت الاولى اللي هي كام؟ 2 و0. البوينت الثانيه اللي هي كام؟ طبعا لما تعمل 2 تايمز الكلام ده يبقى هيديك نيجاتيف 1 ونيجاتيف روت 3. والبوينت الثالثة اللي هي نيجاتيف 1 وروت 3. يا مستر وبقيه الديترمينانت ده ايه؟ هتقول لي 1 و1 و1 وتعمل هاف تايمز الفاليو بتاعت الديترمينانت تطلع لك الاريا. دي طريقه مش هتستخدمها في الامتحان لان انا هقول لك اللي احسن منها دلوقتي. الطريقه الثانيه انك انت كان ممكن تشتغل بقى على ايه؟ يعني تشتغل بالديستنس والديستنس والديستنس وبعدين تشتغل بالهيرونز رول زي ما مصطفى خالد قال. برضه طريقه كويسه، لكن احنا دلوقتي هنتعلم حاجه احلى منها. انا قلت لك في السمري من شويه الرول اللي بتتكلم على الكلام ده، وقلت لك ايه؟ قلت لك انه الاريا اوف اي ريجولار بوليجون، وانا عندي الراديوس بتاع السيركم سيركل بتاعت الريجولار بوليجون ليها رول. طب هي ايه قصه ريجولار بوليجون وسيركم سيركل؟ بص يا جميل الملامح، انت عندك سيركل جميله هي زي اي سيركل جميله قلبك يحبها، ادي سيركل وجميله وقلبك ايه؟ يحبها. لو رسمت جواها اي ريجولار بوليجون، الريجولار بوليجون ده بقى كان تريانجل كان بنتاجون كان اي حاجه وليكن اهو، نرسم هنا ايه؟ اهو بنتاجون. البنتاجون ده احنا هنعتبر ان هو الفيرتسز بتوعه على مين؟ على السيركل اهو بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده، شايفينه اهو.
كده ده ريجولار ايه؟ بنتاجون. المعلومة المطلوبة عندي ايه يا جميل؟ الراديوس. طب الراديوس عادة هيبقى عبارة عن ايه؟ خلي بالك ان كده دي 5 روتس، يعني دي لو ايكويشن هتبقى زد باور 5. طيب الراديوس ده اللي هو ايه؟ اللي هو المودلز بتاع الروت. المودلز بتاع مين؟ الروت. يعني في الحالة دي المودلز بتاع الروت انا قلت اللي هو عبارة عن ايه؟ مش انا قلت ان المودلز هنا ب8 يبقى 8 باور 3 فهيطلع 2. طب افرض انه النمبر بتاعي طلع المودلز بتاع الروت بتاعه 3، يبقى يعني هعمل سبستيتيوت هنا ب3. طب افرض ان المودلز طلع ب4 هنا ب4. طبعا الكلام ده اتشرح بس انا بقوله تاني على الاكزامبل ده. طيب انا يا مستر عندي دلوقتي تراينجل، انت بتشرح لي على بنتاجون ليه؟ عشان هي جنرال رول يا جميل. الرول بقى كانت بتقول ايه؟ مين فاكرها بقى من ساعه ما قلناها في السمري؟ ان ار باور 2 اوفر 2 اللي هي هاف ال ان ار باور 2 تايمز ساين ال 360 اوفر ان. بس كده؟ اه والله بس كده. طيب في حاله البنتاجون كانت ال ان هتبقى 5، في حاله الكوادريلاترال ال ان كانت هتبقى 4، طب في حاله الترينجل يا جميل ال ان هتبقى 3. يبقى انا معلش هاجي هشيل البنتاجون ده برضو علشان الناس اللي بتحب تتلخبط اصلا، وهرسم لك هنا ايه؟ الترينجل بتاعك اللي انت بتحب ترسمه علشان تطلع منه كل حاجة غلط. طيب اهو ادي تريانجل جميل، جميل ده ولا مش جميل؟ جميل. وبعدين بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا معرفش القصة، بس اللي انا اعرفه ان الراديوس ده هو المودلز بتاع الروت وانا المودلز بتاع الروت ب2. يبقى على طول ال n بكام يا جميل؟ ب3. يبقى 3 اوفر 2 تايمز 3 اوفر 2 بتاعت الروت ال r باور 2 اللي هي 2 باور 2 تايم الساين، ادي الساين يا جميل، و360 اوفر 3 اللي هي ب 120. ليه 3؟ ال n دي اللي هي النمبر اوف سايدز. طب تعال نحسب الكلام ده. طبعا الكلام ده لو انت حسبته هيطلع 6، وساين ال 120 اصلا بكام؟ روت 3 اوفر 2، يبقى يطلع ب 3 روت 3. يعني الاريا هي 3 روت 3 بشكل مباشر جدا. انا عارف ان احنا خدنا وقت طويل جدا في حل السؤال، بس عشان دي فكره على فكره شائعه في الامتحانات، ومن الافكار اللي الناس بتيجي تصيح وتقول ايه؟ ما كانتش في المنهج، ما خدناهاش. اه هي الرول، طبعا الرول دي على فكره هي لم تكن مقرره عليك يوما ما، لا انت خدتها في اولى ثانوي ولا في ثانيه ثانوي، عشان ما تقعدش تعيط وتقول انا نسيت ازاي. بس هي رول طبعا موجوده ومعروفه، والمفروض ان هي بتسهل عليا الحل. طب انا اقعد اعك كتير ليه؟ هي سهل حفظها. طيب نروح نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي ايه؟ The product of the roots of x power 4 minus 1 equals 0. أولا هنا بقى في طريقين للحل. الطريق الأول إنك أنت تبقى عارف معلومة معينة إحنا قلناها، اللي هي إيه؟ إحنا قلنا إن السم of the roots بتوع أي نمبر، يعني السم بتاع الكيوبيك روتس، السم بتاع السكوير روتس، السم بتاع الفور روتس، السم بتاع الفايف روتس، كله دايما بيبقى زيرو. طيب دي معلومة احنا عرفناها. في معلومة تانية كانت بتقول ان البرودكت بتاع التور بتاعت الروتس بتاع اي نمبر بيبقى عبارة عن ايه؟ هو المودلز بتاع النمبر نفسه، بيبقى عبارة، او سوري، بيبقى هو النمبر نفسه. مش فاهم. لو الباور ده ايفن، يعني هنا انت عندك اكس باور 4 ايكوالز 1 صح؟ الروتس بتوع الفور روتس بتوع ال1 اللي هم عبارة عن مين يا جميل؟ الفور روتس بتوع ال1 اللي هم ايه اصلا؟ مين شاطر وعارف دول؟ هتقول لي ال1 والنيجاتيف 1 والاي والنيجاتيف اي، احسبها بالطريقه العاديه هيطلعوا لك كده. لو انت عايز تحسبها بطريقه ذكيه هتعمل اكس باور 4 ماينس 1 وتعمل لها فاكتورايزيشن، هتطلع مره اكس باور 2 بلس 1 ومره اكس باور 2 ماينس 1 ايكوال 0. طبعا الاكس باور 2 ماينس 1 دي اللي هتدي لك النيجاتيف 1 وال1، والاكس باور 2 بلس 1 دي اللي هتدي لك النيجاتيف اي واي. احنا قلنا ان الصم بتاعهم 0، طب البرودكت بتاعهم نيجاتيف اي في اي بنيجاتيف اي باور 2 تايمز نيجاتيف 1 في 1 بنيجاتيف 1. طبعا نيجاتيف مع نيجاتيف راح، فضل ايه يا جميل؟ الاي باور 2 اللي هي بنيجاتيف 1. خلاص تاني، يبقى انت عندك نيجاتيف اي في اي في نيجاتيف 1 في 1، نيجاتيف اي في نيجاتيف 1 بكام يا جميل؟ سوري، نيجاتيف اي في اي بنيجاتيف اي باور 2، ادي نيجاتيف اي باور 2 تايمز نيجاتيف 1 في نيجاتيف 1 بنيجاتيف. طبعا النيجاتيف مع النيجاتيف راحت، فضل الاي باور 2 اللي هو نيجاتيف 1، يبقى البرودكت اوف ذا روتس هنا بكام؟ بنيجاتيف
1 على طول بشكل مباشر؟ اه بشكل مباشر. الحاجة التانية، انت عندك اصلا ال product of the roots of any number equals يا اما positive يا اما negative ال number، علشان برضو تبقى فاهم عشان ما تتعبش نفسك. طيب حتى مثلا لو خدنا الاوميجا تايمز الاوميجا باور 2 تايمز ال 1، مش دول 3 كيوبيك روتس اوف 1؟ هيطلعوا بكام؟ 1، يعني طلع لي ال 1 زي ما هو. فهي الريزلت دايما بتطلع يا اما بوزيتيف 1 يا اما نيجاتيف 1، فانت يعني بس للتسهيل. هنا بيقول لي زد 1 وزد 2 وزد 3 ار روتس اوف ذا ايكويشن زد باور 3 ايكوالز ايه، والاي داز نوت ايكوال 0. الارجمنت اوف زد 1 ايكوال ثيتا، then the argument of Z2 Z3 equals كام؟ يا سلام عليك يا سلام عليك، هو مش دي كيوبيك روتس؟ ايوه. والارجمنت بتاعت اول واحد بثيتا، حلو جدا. هتزود كل مره كام؟ المستر قال ايه؟ قال انك انت بتعمل 360 اوفر الاوردر بتاع الروت ده كام؟ 3 ب 120، يبقى انت كل مره هتزود 120. يبقى انت الاجابه بتاعتك اللي هي ثيتا بلس 2 باي اوفر 3 وثيتا بلس 4 باي اوفر 3، ده لو احنا هناخدها بشكل مباشر، يعني هتزود مره 2 باي اوفر 3 ومره تزود 2 باي اوفر 3. واحد يقول لي ما هي دي مش في الستاندرد فورم، يا راجل انا ما قلتلكش ستاندرد فورم، انا بقول لك الارجمنت وخلاص، يعني مش مشكله اللي هي تطلع بنيجاتيف 2 باي اوفر 3. صح؟ صح كده. يعني الفكره بتاعت السؤال هو مش هنا كيوبيك روت؟ ايوه. يبقى انت كل مره هتزود كام؟ 360 اوفر 3. ولو انت مش فاهم الكلام ده يبقى انت لازم ترجع تشوف الدرس من الاول خالص. نشوف السؤال اللي بعده يا جميل الملامح، اللي هو question number 11. في question number 11 بيقول ماذا؟ بيقول ان ال complex number z is a square root lie on one circle. يبقى ال complex number z and its square root، خلاص سوري، ال z وال square root بتاعه lie on one circle. Its center is origin. Then which of the following is definitely known، يعني مين اللي انا already عارفه؟ قطعا انا عارف الاجابه بتاعته. هنا بقى ايه يا جميل؟ هو علشان النمبر والسكوير روت بتاعه او حتى الكيوبيك روت او اي حاجه يطلعوا على نفس الايه؟ السيركل، يبقى لازم يكون المودلز بتاع النمبر هو المودلز بتاع الروت، والكلام ده ما بيتحققش غير امتى؟ لما يكون المودلز ب 1. طب الانجل بقى، وات ايفر مكانه الانجل، الحاله دي هتفضل ثابته. يعني الانجل هتختلف، الانجل هتتغير ما بين النمبر والروت بتاعه، سواء بقى كان سكوير روت او كيوبيك روت او وات ايفر مكان. لكن المودلز لو كان النمبر اصلا المودلز بتاعه ب 1، انت هتحط لي 1 باور اي، يعني باور هاف باور ثيرد باور فورث باور فيفث، كله هيديك 1. عشان كده هو بيقول لي على نفس السيركل. طب على نفس السيركل دي ايه؟ يعني هو بيختبر ذكائك، بيشوفك فاكر ان الروتس بتوع النمبر سواء كانوا سكوير روتس او كيوبيك روتس او مش عارف ايه، كلهم بيبقوا على سيركل واحده، صح؟ يبقى انا عرفت ان المودلز هنا ايكوالز 1، وكده عرفت انه الاجابه هي الصحيحه. هنا بيقول لي زد وزد باور 2 وزد باور 3 مالهم؟ ار كومبلكس نمبرز على الارجان دايجرام، they are on one circle. يبقى ال z وال z2 وال z power 3 نفس الكلام اللي انا قلته من شويه ولا لا؟ ايوه. يبقى انا كده فهمت يا جميل ان المودلز علشان يبقى ال z وال z power 2 وال z power 3، انا مهما عملت له باور باور 2 باور 3 باور 4 باور عفريت ازرق، هو في الاوريدي بيحتاج او بنفس المودلز، المودلز ما اتغيرش، يبقى لازم المودلز يكون بكام؟ ب 1. يعني الاختيار بيه هو الاختيار الايه؟ اللذيذ. هنشوف برضو طبعا نفس السؤال، يعني هو ده نفس السؤال اللي فات. نشوف السؤال اللي بعده اللي هو question number 13. Z is a complex number. Z equals R times cosine pi plus I sine pi. Then the two roots of Z are A. Two roots of Z. هنا ده complex numbers. التو روتس بتوع ال Z هيبقى عبارة عن إيه؟ مش ده R cosine pi plus I sine pi؟ طب ما هو انت تعب نفسك ليه اصلا؟ لما هي دي باي، الباي دي اللي هي كام؟ 180، يبقى ده اصلا ايكوالز كام؟ نيجاتيف ار. طيب حلو جدا. هنا بقى يا جميل هتبدا تفكر بذكاء. هل النيجاتيف ده لما يقول لي تو روتس يبقى سكوير روت، التو روتس بتوعه هما
real numbers ولا imaginary numbers ولا complex وفي real و imaginary. هنا بيقول لي real and have the same sign، طبعا مستحيل لان انا عملت square root لنيجاتيف لازم يطلع imaginary، فالاجابه لازم تكون imaginary ولازم يكونوا الاثنين ب different signs لان لازم يكونوا conjugate لبعض. يعني مثلا الاولاني 4i والثاني 3i، يعني ده real برضه لا، imaginary and have the same sign مستحيل، يبقى imaginary and have different sign الكلام ده حقيقي. طب انا مش فاهم يا مستر، هقول لك يا قلبي مستر. دلوقتي هو كوساين باي وده الار وات ايفر مكان، وليكن انا هفترض ان هو 3، يبقى 3 ودي كوساين 180 وساين 180، يبقى ده اصلا بنيجاتيف 3. السكوير روت بتاع النيجاتيف 3 اللي هو ايه؟ اللي هو روت 3i ونيجاتيف روت 3i. طب لو افترضت ان الار ب 4 يبقى هيبقى النمبر عباره عن نيجاتيف 4. السكوير روتس بتوع النيجاتيف 4 هم ايه؟ 2i ونيجاتيف 2i. شفت يعني هو imaginary اصلا ما فيهوش real، هو already ما فيهوش real عشان الساين دي بزيرو. تاني حاجه يا جميل الملامح لازم تكون عارف ان هم لازم يكونوا different sign عشان هم لازم يكونوا conjugate. السؤال اللي بعده اللي هو question number 14. Z is complex number, then the number of values of the number z power 4 over 3 is كام value عندي في الحل؟ هل هو 1 value ولا 2 values ولا 3 values ولا 4 values؟ بص يا سيدي، ال power 4 دي مش هتأثر عليك في حاجة، فهي هتبقى كأنها حاجة power 4. يعني اللي هيطلع ده whatever مكان يطلع بقى زي ما هو. هنا عندك الروت كام روت؟ مش دي 3؟ ايوه، يبقى ليها كام روت؟ 3 روتس، يبقى ليها 3 values. يبقى z power 4 over 5 المفروض ليها كام فاليو؟ على حسب هو ده ايه؟ 5th روت، مالكش دعوه باللي فوق. طيب نشوف السؤال اللي بعده، نشوف السؤال اللي بعده عادي ولا بيهمنا. question 15. question 15 بيقول لي the sum of the two square roots. شفت؟ الكلام كله بيتكرر. The sum of the two square roots of complex number 3 minus 4i equals كام يا جميل؟ ايوه، هو sum of two square roots بتاع اي حاجه سواء هو كان complex او real من غير ما تحسبه equals كام؟ equals 0. دي رول ثابته، ودي على فكره ده سؤال انت بتتسال عنه من prep 2. يعني السؤال ده كان انا اذكر ان هو كان بيجي في prep 2 prep 3 كمان. ما انا مش فاهم يا مستر. حاضر يا قلبي المستر، انا هقول لك هو يعني ايه square roots. يعني الـ equation أصلا هي عبارة عن x power 2 equals number whatever مكان الـ number بقى ده complex ما complex أي حاجة. لما تيجي تاخد الـ two roots دول عبارة عن إيه؟ الـ x equal positive negative root الـ number، صح؟ طب ما هو positive negative root الـ number ما تحسب بقى بالطريقة بتاعتنا وما تحسبش، ملوش لازمة دلوقتي لأن أنت عرفت اللي هتعمله. هما two values الاتنين قد بعض بالظبط، بس واحدة positive وواحدة negative، الصم بتاعهم هيطلع إيه؟ zero. لو انت خدت ال x power 2 power 2 sorry equals 4، ال sum of 2 square roots بتوع دول كام؟ ال sum of 2 square roots بتاع ال 4 equals 2 و negative 2 اللي هو الصم بتاعهم 0. ده بلس بقى الرول اللي احنا قلناها ان sum of any roots of any number، يعني لو هم ال 5th root يبقى ال 5 roots كلهم مع بعض الصم بتاعهم دايما بيبقى ايه؟ 0. يبقى ال 2 square roots دايما الصم بتاعهم ايه؟ برضه زيرو يا جميل الملامح. يعني الاختيار ايه هو الصحيح؟ question number 16. question number 16 بيقول ايه؟ بيقول ان ده z1 بحاله كده وده z2 زي z2 equals i. طب تمام جدا. then root ال z1 z2، اول حاجه انت لازم تجيب مين؟ z1 z2. طب z1 z2 انا هشتغل ازاي؟ ما تشتغلش خالص، انت ريح لي نفسك وانا احلل لك كل حاجه. هو مش ال r1 هنا ب 4؟ يبقى ال r1 ب 4. طب ال R2 يا جميل بكام؟ ما هو دي I، أيوه يعني ال R2 بكام؟ ب 1. طب ثيتا 1 يا جميل الملامح ب 5 باي أوفر 6، وثيتا 2 يا رائع ب باي أوفر 2. إيش عرفني؟ ما هي I يعني ال R ب 1 والأنجل ب باي أوفر 2. والكلام ده إحنا قلناه. لو أنت مش فاهم لازم يا جماعة بصوا الماس أكيميوليتيف، ما ينفعش تشيل لي ليسون من الشابتر وتقول أنا هكمل بعدها. الكلام ده إحنا شرحناه باستفاضة. طبعا لما تيجي تقول زد 1 زد 2 يبقى انت يا جميل هتعمل ايه؟ هتعمل ار 1 ار 2 وادي اي والانجل هتعمل ده بلس ده. احنا في المالتبلاي كنا بنعمل ادنج للانجل. طب لما اعمل ده بلس ده هيديني ايه؟ تا
طبعا انت لو بتعرف تحسب بدماغك تبقى عبقري، لو ما بتعرفش اتعلم وربنا يصبرني عليك. مش دي 6 ودي 2؟ ايوه، يبقى هعمل هنا تايمز 3 وهنا تايمز 3. ليه؟ علشان يبقى دينومينيتور زي بعض، يبقى ادي اهو دي بقت 6 وهنا بقت 5 باي وهنا ايه يا جميل؟ اه طبعا، وهنا اي برضو. هنا 5 باي وهنا 3 باي، يبقى 8 باي. في سيمبليفيكيشن، في سيمبليفيكيشن اهو، سيمبليفيكيشن هيبقى 4 باي اوفر 3. طبعا دي كده مش برنسبل امبليتيود، فانت ما ينفعش تشتغل عليها، يبقى لازم اجيبها في البرنسبل امبليتيود. مين هو البرنسبل امبليتيود؟ هتطلع بنيجاتيف باي اوفر 3. برضو واحد تاني يقول لي انا مش فاهم حضرتك حسبتها ازاي. يا سيدي مش دي انجل؟ اه، عدت ال 180. ايوه، يبقى انت هتعمل لها ايه؟ هتعمل لها ماينس 2 باي. فلما تعمل 2 باي يبقى هتعمل هنا تايمز 3 وهنا تايمز 3، يبقى ادي 3 ودي هتبقى كام؟ 6 سوري، يبقى على طول هتبقى 4 باي اوفر 3 اللي هي 4 اي باور 4 ماينس 6 بنيجاتيف 2 باي اوفر 3. طيب حلو قوي. دلوقتي هنعمل ايه يا جميل؟ هنعمل سكوير روت. خلاص لما نيجي نعمل سكوير روت يبقى على طول هروح قايل له ايه يا جميل؟ هقول له يبقى الحل عندي على طول بوزيتيف نيجاتيف، وتروح عامل ايه؟ هتروح عامل لي ده كده السكوير روت لل4 اللي هي 2، وهتيجي تقول لي هنا اي باور، معلش انا ليه فتحت البراكتس كبير كده بس مش مشكله، وهتعمل الانجل اوفر كام يا جميل؟ اوفر 2، فهتبقى نيجاتيف باي اوفر 3 يعني نيجاتيف 6. طب ما انا مش فاهم، يبقى هتاخد بوزيتيف نيجاتيف و2 تايمز، مش دي نيجاتيف 60؟ ايوه، يبقى الكوساين بتاعها بايه؟ ببوزيتيف روت كوساين، اه ببوزيتيف هاف تايمز 2 ب1، والساين بنيجاتيف، نيجاتيف كام؟ نيجاتيف روت 3 اوفر 2 تايمز 2 بروت 3 اي. يبقى بوزيتيف نيجاتيف 1 ماينس الكلام ده اللي هو 1 ماينس روت 3 اي. طيب ده كان كويستشن كام؟ 16. احنا ما اخترناش الاجابه، هي 1 ماينس روت 3 تمام، اللي هو الاختيار بي. طيب افرض واحد يعني عايز يحل او يمشي فورمال بالطريقه العاديه. على فكره انا اختصرت شويه حاجات هنا، انا عملت ايه؟ انا طلعت الروت، طلعت اول حاجه المالتبلاي، وبعد كده في الروت رحنا مشتغلين بقى ايه بدماغنا. اشتغلنا ازاي؟ عملت روت المودولز وعملت الانجل ديفايد 2. طب انت عايز تعوض بقى وتعمل لي مره الان ب0 ومره الان ب1، برضه شغال مفيش مشكله، احسبها هيطلع لك نفس الريزلت. The two square roots of the number i are، هو ال two square roots of the number i دي حاجة جميلة جدا ومشهورة جدا في الامتحانات، لازم تركز عليها كمعلومة رائعة. أنا عندي هنا ال i يا مستر، الكلام ده ما خدناهوش، والله العظيم أخدته. خدته إزاي؟ هو ال i دي اللي هي إيه أصلا؟ ال r بتاعتها ب1 والثيتا بتاعتها باي أوفر 2. لما تيجي تعمل التو سكوير روتس بقى بنفس الطريقه اللي فاتت، هتروح قايل لي السكوير روت بتاع ال1 ب1 وادي ايه، والانجل هتروح عامل لها باي اوفر 4 وهتحط بوزيتيف نيجاتيف، صح؟ اه. طب البوزيتيف نيجاتيف ده يعني ايه يا جميل؟ يعني المره الانجل بباي اوفر 4 ومره هتزود لها 180 او تماينس منها 180، ناخد منها 180 فهتبقى باي اوفر 4 ماينس 180 اللي هي باي. طبعا هتبقى هنا 4 اوفر 4 فهتبقى نيجاتيف 3 باي اوفر 4. حلو، يعني الاختيار نيجاتيف 3 باي اوفر 4 وادي اي 3 باي اوفر 4. لا ايوه، اللي هو الاختيار إيه. طيب انا مش فاهم يا مستر القصه دي اللي انت عملتها في كويستشن 16 و17، انا بصراحه تهت، صح؟ مش في ناس بتحب تمشي ستيب باي ستيب؟ انا يعني مش هزعلك وهقول لك ستيب باي ستيب تعمل ايه. انا همشي بقى بالستيبس، خلي بالك اللي عملته اللي كان المفروض اعمله فوق هعمله تحت بقى. وعايز تو سكوير روتس يا جميل الملامح، احنا قلنا ان الار ايكوالز 1 والثيتا ايكوالز كام؟ باي اوفر 2. يبقى انت هتروح قايل لي ان التو سكوير روتس هم عباره عن السكوير روت لل1 ب1 وادي اي باور، وهتروح واخد لي الباي اوفر 4 دي اللي هي اصلا باي اوفر 2 دي اصلا اللي هي كام؟ اللي هي 90، صح؟ يبقى هتروح قايل لي 90 بلس 360 ان اوفر كام؟ اوفر 2. وتاخد لي مره ال مره تاخد ال ال ان مره تاخدها بزيرو ومره هتاخد ال ان بكام؟ بنيجاتيف 1. مستر ليه نيجاتيف 1؟ ارجع بقى للرولز بتاعت الدرس اللي فات لما قلت لك انه لو الانجل ايفن، لو الباور ايفن، اه
الروت ايفن لان ده سكوير روت، وهنا الانجل بوزيتيف يبقى انا هبدا بعكسها. لو الانجل نيجاتيف هبدا بعكسها وهبدا بالبوزيتيف، صح؟ حلو جدا. يبقى انا لو عوضت عن الان بزيرو راحت دي 90 اوفر 2 اللي هي باي اوفر 4 اللي هي 45، يعني باي اوفر 4. ادي الانجل الاولى، احنا الار متفقين عليه ان هو 1. طب الانجل الثاني عوض هنا بقى يا جميل بنيجاتيف، هتبقى نيجاتيف 270 اوفر 2 اللي هي بنيجاتيف 135، والنيجاتيف 135 لو حولتها تبقى باي اوفر 180 بنيجاتيف 3 باي اوفر 4. انا عارف ان انا خدت وقت كتير جدا في الجزء ده من الاكسرسايز، بس انا بعتبره ان هو يعني كانه ريفيجن. يبقى 2 سكوير روتس اوف اي ايكوالز كام؟ ايكوالز الكلام الجميل. طيب هنا بقى يا جميل الملامح بنقول ماذا؟ طبعا احنا قربنا نخلص، خلاص فاضل لنا كام سؤال بس. اكس بلس واي اي ايكوالز اي بلس روت الاي، where the x and y belongs to the r، then the x plus the y equals كام؟ تبدأ تركز معايا بالراحة كده علشان توصل للحل. تعالوا نفضي مكان كده للحل، علشان هو الحل على فكرة سهل ومعتمد على الفكرة اللي فاتت، بس احنا عايزين ايه؟ يعني نحل واحنا مطمئنين شوية. أول حاجة احنا هنستخدم المعلومة اللي احنا حسبناها في السؤال اللي فات اللي هي الروت الاي. روت الاي دي كانت equals ايه؟ أنا قلت إن هي مرة كانت e power pi over 4i ومرة كانت e power negative 3 pi over 4i، يعني مرة الأنجل بتاعتها كانت 45 ومرة الأنجل بتاعتها كانت 135. طبعا أنت بمجرد ما حسبت الأول التاني سهل إنك أنت تجيبه، لأن أي تو سكوير روتس بيبقوا additive inverse لبعض في إيه؟ أي تو سكوير روتس ما دام هما كومبلكس يبقى، أو في الكومبلكس نمبرز بيبقوا additive inverse لبعض. طيب برضه حتى لو ريل، يعني هما كده كده او امجينري بس او ريل بس او كومبلكس في الريل والامجينري، هما بيبقوا اديتيف انفرس لبعض. طيب الاول ده كان ايكوالز مين؟ مش الار بتاعته كانت 1 والانجل 45؟ ايوه، يبقى هو كان 1 اوفر روت 2 بلس 1 اوفر روت 2i، يبقى ده اول روت. الروت الثاني 1 اوفر روت 2، سوري نيجاتيف 1 اوفر روت 2 ماينس 1 اوفر روت 2i. الكلام ده جميل جدا. دلوقتي دول التو روتس، دول التو روتس بتوع الاي، يعني انا مره الاي روت الاي ايكوال ده ومره روت الاي ايكوالز ده. طب وهنا في ايه جميل؟ في اي، يبقى ادي وادي بلس اي. طبعا لما تيجي تشوف اللي قدامك ده خلاص مشكلتك كلها اتحلت. اتحلت ليه؟ هو مش بيقول لك ان دي عباره عن اكس بلس واي اي؟ ايوه، يبقى دي اكس بلس واي اي. الاكس اللي هي الريل بارت، فين الريل بارت هنا اللي هي 1 اوفر روت 2؟ يبقى الاكس ايكوالز 1 اوفر روت 2، ادي سيب لي 1 اوفر روت 2 على جنب، او الاكس ايكوالز كام؟ نيجاتيف 1 اوفر روت 2. يبقى انا كده خدت التو كيسز بتوع الاكس. طب الواي يا جميل، الواي اللي هم الكوفيشنت بتاع الاي. طيب انا لو اخدت من هنا وهنا هي عباره عن ايه؟ اي بلس 1 اوفر روت 2 اي. لو اخدت الاي كومن فاكتور هتبقى عباره عن ايه؟ مش 1 بلس 1 اوفر روت 2 وادي الاي؟ ايوه. والمرة التانية هتبقى عبارة عن ايه؟ 1 minus 1 over root 2 وادي ال i بره، صح؟ طيب يبقى ال y equals مين بقى؟ ال x مرة ده ومرة ده، وال y مرة اللي فوق ومرة اللي تحت. طب لما كانت اللي فوق يبقى هناخد مع ال 1 over root 2، هنقول 1 plus 1 over ادي 1 وادي 1 over root 2، وال y اللي هو ده x plus y بقى وادي بلس واي. الواي الثانيه كانت بكام؟ ب 1، معلش دي 1 زي ما هي، وهنا ايه؟ 1 ماينس روت 2، يبقى ادي بلس 1 ماينس 1 اوفر روت 2. ركز بقى معايا علشان الدنيا هنا مهمه جدا. هو ده الاكس بلس الواي، يا الفاليو بتاعته يا ده يا ده، صح؟ طيب هو انا لو جبت الفاليو دي اكس بلس واي هنا 1 اوفر روت 2 بلس 1 اوفر روت 2 ايكوالز كام يا جميل؟ مش دي ايكوالز 2 over root 2 plus 1 أو 1 plus 2 over root 2؟ أيوه صح. طب في الحالة الثانية هتبقى 1 minus و negative 1 over root 2، وهنا اللي هي عبارة عن إيه؟ 2 over root 2. احسبها بالكالكليتر، طبعا مش هتطلع لك كده، أنا هقول لك هتطلع لك إزاي بالكالكليتر. طبعا لما تحسبها بالكالكليتر هتطلع ال 2 over root 2 دي، أدي ال 1 زي ما هي، وال 2 over root 2 دي بكام؟ بروت 2، وهنا هتبقى 1 plus root 2. يعني انت عندك من الاخر الفاليو بتاعت كل القصه الطويله العريضه دي ب 1 بلس نيجاتيف روت 2. فين 1 بلس نيجاتيف روت 2 اللي هي الاختيار مين؟ دي. السؤال طويل
والسؤال فيه أفكار ومعتمد على الفكرة اللي فاتت. بس أنا عارف إن إحنا أخدنا وقت في الحل، بس أنا بشرح لك بالتفصيل التفصيل علشان ما تنساش. لازم تحل، أو علشان ما تجيش في النص وتقول طب الستيب دي جت منين؟ الستيبس معايا من الأول، لو أنت مش فاهم ارجع شوف اللي أنا هقوله تاني. أول حاجة أهو، أنا هشيل كله وهعمل السؤال تاني كله من جديد. الأسئلة اللي زي دي يا جماعة فكرة مهمة جدا، ممكن يتلعب عليها في الامتحان بسهولة جدا. أولا أنت عايز تعمل I بلس وI بلس، هتجيب التو روتس بتوع الاي. طب التو روتس بتوع الاي مين هم يا جميل؟ قال لي ان التو روتس بتوع الاي بحسب الكلام اللي فات ب 1 اوفر، يبقى مره اهو نكتبهم على طول 1 اوفر روت 2 بلس 1 اوفر روت 2 اي، او نيجاتيف 1 اوفر روت 2 ماينس 1 اوفر روت 2 اي. مش دول اللي هم التو سكوير روتس بتوع الاي؟ طيب تعالوا نعمل ادينج، هناخد الريل بارت اللي هو الاكس ايكوالز، يبقى الريل بارت ايكوالز ايه؟ ايكوالز هنا 1 اوفر روت 2، وهنا في اللي تحت الريل بارت ايكوالز مين؟ نيجاتيف 1 اوفر روت 2. طيب الامجينري بارت اللي هو الواي اللي هو الكوفيشنت بتاع الاي، طب ما الكوفيشنت بتاع الاي ده هنا بايه؟ 1 بلس 1 اوفر روت 2، يبقى بلس 1 بلس 1 اوفر روت 2، يبقى انا كده عملت بلس الواي. وهنا لما اعمل بلس الواي هيبقى ال1 هنا ثابته، لان لما اخد هنا اي ماينس 1 اوفر روت 2 اي اخد اي كومن فاكتور هيبقى 1 ماينس 1 اوفر روت 2، يبقى على طول هنا بكام يا جميل؟ يبقى بلس 1 ماينس 1 اوفر روت 2. ده اعمله على الكالكليتر على طول هيطلع لك ب 1 بلس روت 2، وده اعمله على الكالكليتر على طول هيطلع لك 1 ماينس روت 2. يبقى الاختيار الصحيح هو دي. السؤال سهل، بس المهم ان انت تبقى فاهم بتعمل ايه، والاهم من ده كله انك تبقى فاهم استراتيجيه الحل في النوع ده من الاسئله. Question 19 بيقول لي 1 minus i x plus 1 plus i y plus 2i equals 0. Then the expression of root 3x plus 4 y i equals كام؟ بص يا جميل، أول حاجة هعملها في الحالة دي إن أنا هفك البراكتس علشان أطلع real و imaginary وبعدين ربنا ييسرها. أول حاجة دي هتبقى عبارة عن x minus x i plus y plus y i equals كام يا جميل؟ equals negative 2i. حلو الكلام؟ حلو الكلام. يبقى أنا طلعت من هنا ب 2 equations. لا يا مستر 1 equation. لا والله 2 equations، بس اصبر معايا علشان تعرف الكلام جه منين. هو هنا كده هل في real part؟ لا. يبقى أنا real part بتاعي اللي هو x plus y equals 0. أدي أول معلومة أنا وصلت لها. طب تاني معلومة عندي إيه؟ ان نيجاتيف x بلس y، مش ده الايمجينري بارت اللي هو النيجاتيف x i والy i ايكوالز كام يا جميل؟ ايكوالز نيجاتيف 2. يا نهار ابيض، يعني انا هعرف اطلع الx والy بالظبط كده. طب الx والy بكام؟ خلاص هتحط التو ايكويشنز تحت بعض، ادي نيجاتيف x بلس y ايكوالز نيجاتيف 2. لما تعمل لهم ادنج x مع نيجاتيف x راحت، يبقى الy بنيجاتيف 1، وبما ان الصم بتاعهم بزيرو يبقى على طول الاكس بكام؟ ب 1. طب انت كده عرفت الاكس والواي. طب اطلع هنا بقى يا جميل، هتروح قايل لي 3x يعني 3 تايمز 1، يبقى ده روت 3 بلس، وهنا 4y يعني 4 ماينس 1، يبقى هنا يا جميل هتحط ماينس 4i. طب السكوير روت يا راجل، ده احنا قلنا الكلام ده كتير قوي. قلنا ايه؟ قلنا ان روت بتعمل ايه يا جميل؟ هتروح واخد لي هنا روت، هتقول بوزيتيف نيجاتيف وتاخد روت. اول حاجه هتجيب المودلز بتاع الكلام ده اللي هو مودلز ال 3 وال 4 طبعا معروفه ب 5، يبقى 5 مره بلس 3 اوفر 2، وهنا هتاخد نفس الاشاره اللي في النص دي ماينس، وتروح حاطط روت 5 ماينس 3 اوفر 2 ودي اي. فاكر الرول دي ولا لا؟ ارجع للسمري هتلاقيني قلت لك الرول دي في البدايه جدا. طيب يبقى ادي بوزيتيف نيجاتيف، ده 8 over 2 ب 4 root 4 ب 2 minus 5 minus 3 ب 2 over 2 يعني 1 يعني 1i يعني i، يبقى positive negative 2 minus i اللي هو الاختيار مين؟ b. يا سلام، السؤال طلع سهل جدا. السؤال اللي بعده اللي هو question 20 وليس الاخير، في بعده تقريبا سؤالين كمان بعد 20، بس يلا مش مشكله.
زد 1 وزد 2 وزد 3 وزد 4 are roots of the equation زد power 4 equals a. Is a polygon whose vertices are the points represented زد 1 وزد 2 وزد 3 وزد 4 in argand plane. Then it represent a نعم square. ليه هو كده؟ المستر قال ايه؟ المستر قال ان هو لازم يبقى regular polygon، فلو كانوا 3 equilateral triangle، لو كانوا 4 يبقى square. قلنا الكلام ده بدل مرة مرات ومرات. شوف السؤال اللي بعده اللي هو السؤال قبل الأخير تقريبا. question 21 بيقول ايه؟ question 21 بيقول انه z1 equals 2e power 2 pi over 3i z1 z2 equal i، يبقى ده البرودكت. هو عايز مين؟ الـ product of two square roots of z2. حلو، تعالوا يلا نحسب. عشان أجيب الـ z2، الـ z2 أصلاً equals مين؟ equals ده على ده. طيب ده على ده اللي هو إيه؟ لما أجي أشتغل بالـ angles لازم أركز في حاجتين. أولاً هاخد الـ models على الـ models، يبقى 8 over 2. طيب بالنسبة بقى للـ angles يا جميل، هل هتقول لي 11 pi over 3i minus الكلام ده؟ ما ينفعش، لأن دي مش principal amplitude. طب ارجعها للبرنسبل امبليتيود ازاي؟ ولا اي حاجه. اول حاجه هنشيل منها 2 باي، انت لو شلت منها 2 باي اللي هي عباره عن 6 باي اوفر 3، ف 11 ماينس 6 ب 5 باي اوفر 3. الانجل كده في الستاندرد او كده يعني برنسبل امبليتيود؟ لا. طب لما هي كده مش برنسبل امبليتيود هتعمل انت ايه يا جميل؟ هتشيل منها مين؟ طبعا هو انت لو عملت سبتراكشن وبعدين عملت كده هيمشي معاك، بس انت عامل زي ما انا بقول لك احسن علشان تضمن انك ما تغلطش في المالتبلاي والديفايد. لما اجي اشيل من دي، طبعا هي واضح ان ال 5 باي اوفر 3 دي ما بين الباي وال 2 باي، يعني هي يا في الثيرد يا في الفورث، ماليش دعوه هي كام. هشيل منها كمان 2 باي، فلما اشيل منها 2 باي يبقى هناخد نيجاتيف بسم الله نيجاتيف 6 باي، يبقى ماينس 6 باي اوفر 3 اي. طبعا هي نيجاتيف باي اوفر 3. حلو قوي، يبقى دي نيجاتيف باي اوفر 3 ماينس الانجل اللي عندك دي اللي هي ايه؟ 2 باي اوفر 3. ادي 2 باي اوفر 3. طبعا الكلام ده خلاص دي 4، يبقى دي 4 ودي اي. نيجاتيف باي اوفر 3 ماينس 2 باي اوفر 3 بنيجاتيف باي. طيب حلو جدا، لحد دلوقتي الكلام ده جميل جدا. طبعا دي هنا اي، يعني من الاخر هو النمبر ده هو عباره عن ايه؟ نيجاتيف 4. ده عبارة عن إيه؟ نيجاتيف 4. الـ 2 سكوير روتس بتوع الـ نيجاتيف 4 إيه هما؟ هما عبارة عن 2i و نيجاتيف 2i. جميل جدا، لما تيجي تعمل لهم برودكت، يلا اعمل برودكت. نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4 و i تايمز i بـ i باور 2 يعني ايكوالز 4. يبقى ده البرودكت أوف 2 سكوير روتس. طبعا عايز تطلع الـ 2 سكوير روتس ده أو تقعد تشتغل على ستيبس، برضه أنت حر، دي حاجة تخصك. السؤال اللي بعده بيقول لي in the opposite figure represent the complex number z، which of the following figure does represent z1 z2 اللي هم ال 2 square roots of z. ادي ال z طبعا 4. قبل ما اروح للحل، ال 4 وال 4 هو ده ال z مش ال z1 وال z2. لازم ال z1 وال z2 يكون المودلز بتاعهم 2، فهو كل الاختيارات اللي مديها لي 2. طيب انا كده ما عرفتش حاجه؟ لا، عرفت ان هو مديني ثيتا، يبقى السكوير روت بتاعها الانجل بتاعته هتبقى ايه؟ هتبقى هاف الثيتا، يعني انا هقسم دي، هنعمل دي باي 6 كده، وبقيه السكوير روت اللي هو هنزود 180. فواضح جدا ان هو الاختيار مين يا جميل؟ اللي هو الاختيار A. طبعا لازم تبقى مركز وفاهم انت بتعمل ايه. تاني، لما بجيب سكوير روت باخد سكوير روت للمودلز اللي هو سكوير روت لل 4 ب 2، والانجل بنعمل لها ديفايد كام؟ مرة ديفايد 2 مرة بنزودها ايه؟ 180، اللي هو الاختيار ده واضح جدا. سؤال واضح وما فيهوش اصلا مشكلة. كده يا شباب خلاص، كده خلصنا اللي هو question number او exercise، مش عارف كان number كام، ده تقريبا 8 اللي هو دي مايفر ثيرم من الاكسرسايز اللي هي عدد الاسئلة اللي فيها شوية لكن فيها افكار تقيلة جدا، وافكار امتحانات على فكرة، علشان برضو محدش يقول لي يعني ده حقيقي بيجي في الامتحانات، تيجي الحاجات اللي زي كده ما فيهاش مشكله، انت عرفت، فما تخافش يعني ان شاء الله مش هيعرف يخدعك. التقيكم باذن الله في الجزء القادم في اخر اكسرسايز من شابتر 2 علشان نبقى على اعتاب الانتهاء من الالجبرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.